الله هنبتدي نطور الشغل بتاعنا شويه في السيلز، وعاوزين ندخل وسائل جديده يعني في الموضوع. فبنبين وسائل جديده مهمه جدا، الكومبلكس نمبر، ازاي ندخل الكومبلكس الجبرا في موضوع السيلز، عشان موضوع طين جميل ده ساين وطين. وعندنا ديفرنشال ايكويشن ممكن او انتجرال ايكويشن اكسبيرمنتال عشان نعمل اناليسيس لدايره فاعله معادلات او كده. هيبقى عندي مجموعه من المعادلات الديفرنشال والانتجرال، صعب جدا نتعامل معاها، لنحول الموضوع ده بصوره ايه معاها. عشان اهميه الموضوع دوت حابين يجيب كده نراجع شويه على معلومات الرياضه بتاعتنا في موضوع الكومبلكس نمبر. يعني ايه كومبلكس نمبر؟ ايه التوصل؟ بنتعامل بالعمليات الحسابيه الاربعه الشهيره بتاعتنا اللي هو جمع وضرب والقسمه والحاجات دي، وتعرف الحاجات دي ازاي مع الكومبلكس نمبر. طبعا كما نذكر في الكومبلكس نمبر بنتكلم مثلا على سي، على ان ده هو كومبلكس نمبر. في طريقتين للتعبير عن الكومبلكس نمبر. الطريقه دي بنسمي ده كارتيزيان فورم، كارتيزيان فورم، والطريقه الثانيه دي بنسميها بولر فورم، بولر فورم. ايه التفاصيل بتاع الحاجات دي؟ هنشوف واحده واحده. كان عندنا الجي دي بتساوي جذر ناقص واحد. انتوا بتخدوها في الرياضه الاي اظن سمول اي حاجه زي كده. احنا طبعا الاي معروف عندنا السيركتس مهووس للكهرباء، فاحنا هنستخدم الجي اللي هي جذر ناقص واحد. معنى كلام ده ايه بقى؟ ان جي تربيع يبقى كام؟ ناقص واحد. طيب جي تكعيب تبقى كام؟ هتبقى جي تربيع في جي، يعني كان ده كله كان ماينس جي. طب جي اس 4 بكام؟ بواحد. جي اس 4 بتساوي واحد وهكذا. ده كله ايه؟ خلاص الجي اللي هو جذر ناقص واحد. بنتكلم على ايه زائد جي بي؟ ايه دوت؟ هو بنسميه الريال بارت او الريال كومبوننت، يعني ريال بارت او ريال كومبوننت. البي بنسميها ايه؟ ايماجينري، طبعا كده ايماجينري بارت او كومبوننت بارت. دي الصوره اللي هي مين؟ الصوره الكارتيزيان. الصوره البولر بارت بنتكلم على سي، سي ده يساوي ايه بقى؟ اللي هو الماجنتيود، ماجنتيود بتاع مين؟ بتاع الايه؟ كومبلكس نمبر. طب السي ده هي ايه؟ الانجل. هنشوف الخواص دي كلها ونشوف ايه ازاي نمثل الكومبلكس نمبر بالصورتين اللي على الصورة اللي هما على ما يسمى الكومبلكس بلين. كومبلكس بلين سميه ده كومبلكس بلين، كومبلكس بلين. عندي ريال اكسس، ده اكس اكسس يعني، واي اكسس او ميجر اكسس بنسميه ميجر اكسس. بالنسبه للبولر البرتيزا الفورم عشان نمثله، بارتيزيان فورم عشان نمثله بنيجي على الريال اكسس بناخد الايه بالشكل ده، ونيجي على الميجر اكسس بناخد الدي بالشكل دوت. وبعدين بنعمل طبعا ايه النقطه بتاعتنا اللي بتمثلنا، فالنقطه دي هي ايه؟ النقطه دي بتمثل اي كومبلكس نمبر، اذا بيمثل بنقطه على مين؟ على كومبلكس. لو احنا وصلنا النقطه دي بالاورجن، لو وصلنا النقطة دي بتمثل هنا الأورجن، يطلع عندي بقى عشان الفيكتور أو ده اللي هو السي بالظبط. السريت لاين دوت هو السي اللي يمثل مين بقى؟ الماجنتيود بتاع إن طول، لأن إن ده هيبقى فيكتور بقى على الكومبلكس بلين. لو اتكلمنا على البولر كور هو فيكتور، ليه ماجنتيود اللي هو إيه؟ المسافة من الأورجن إلى النقطة إن، وليه إن اللي هي السيتا بتاعتي يعني اللي بنتكلم عنها. سيتا دي الزاوية اللي بيعملها الفيكتور اللي وصل من النقطة ان الى الاورجن. وطبعا ناخد بالنا من بنقيسها في الاتجاه السهل بالظبط كده، بقيس دايما السيتا بتاعتي ايه؟ الاتجاه اللي هي الاكسس هذا الاتجاه. كذا يبقى البولر فورم ده ما هو الا طول الفيكتور او الماجنتيود بتاعه والزاوية بتاعته ده. الكارتيزيان ده جزء الريال ولا جزء الماجنتيود؟ طبعا مش عامل نقاش علاقه ازاي نحول من فوق ده لفوق ده، عمليه سهله جدا. طبعا زي ما احنا عارفين الايه الكميه اللي هي اي اس جي سي ده دي عباره عن ايه؟ عباره عن سوتاين
theta زائد j sin theta. جزء الـ A الحقيقة بتاعنا على الفيكتور ده E أوس J ثيتا بيساوي كوساين أوس إنرجي برضه طبعا اللي هو مين؟ اللي هو الساين. طيب E أوس J ثيتا كمان في البيوت يا جماعة يساوي كام؟ كمان في البيوت يساوي كام؟ واحد جاست واحد. ليه؟ لأن ده هيساوي احنا طبعا ما اتكلمناش هنا عن العلاقة بين C و J اللي جاي نتكلم عنها دلوقتي. طبعا باين قوي من فن الزاوية إن C هيساوي الجذر التربيعي A تربيع زائد B تربيع. كذلك الثيتا هتساوي تان ماينس 1 ال B على ال A. يعني لو عندي سرعة الكارتيزيان A و B أقدر أجيب السرعة الكورة منها C وال A وال ثيتا بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده. لو عاوزين العكس بقى عندي السرعة السرعة الكورة اللي هو عندي C وعندي الثيتا C والثيتا يبقى طبعا الجزء ده بتساوي كام؟ C في كوساين ثيتا. يبقى عندي الـ A دوت الـ real part يساوي ايه؟ C في كوساين ثيتا ومش حاطط كلام ان الـ B يساوي C ساين ثيتا. إذا بنقدر أحول من صورة إلى ثانية بالمعادلات البسيطة دي. التمثيل الفيكتور أو التمثيل اللي هو الكومبلكس نمبر على البلين بقيت المنظر لإيه؟ اللي إيه تم التلفزيون شيء. طيب هناخد كده مثال بالأرقام شوية عشان نتعامل على الموضوع. هاخد الضغط البسيط قوي ونشوف ازاي بنمثل كومبلكس نمبر ونحسب الزوايا والكلام ده كله. سي ان انا عندي ايه؟ ان 1 يساوي 3 زائد جي 4 وان 2 كومبلكس نمبر ثاني يساوي 3 ناقص جي 4. عند ان 3 يساوي ناقص 3 ناقص جي 4. ان 4 يساوي كام؟ ناقص 3 زائد جي 4. سي ان انا عندي أربعة كومبلكس نمبر بالشكل ده وكده بصورة التركيز اللي أنتم شايفينه. عاوزين إيه؟ أعمل لهم البرزنتيشن على الكومبلكس بلين بالشكل ده. على فكرة ده ممكن نسميه أيضا الشكل اللي إحنا بنسميه ده يا جماعة دوت ممكن نسميه جرافيكال ريبرزنتيشن. رسم الكومبلكس نمبر على الكومبلكس بلين عندما نعمل الكلام ده أول بنسمي ده إيه؟ جرافيكال ريبرزنتيشن. جرافيكال ريبرزنتيشن. جرافيكال ريبرزنتيشن. طبعا ناخد الاربعه كومبلكس نمبر وعاوزين نعمل لهم مين بقى؟ جرافيكال ريبرزنتيشن بالمنظر ده. ادي الريال اكسس وادي الايماجنري اكسس وتعالى نشوف. ان 1 تساوي 3 زائد جي 4. يبقى ادي 3 وادي الاربعه. يبقى مين؟ N1 في هذا المكان هنوصل كده يبقى دي C1 ودي C1. يعني الأولاني ده أنا عاوز أحسب مين C1 وإيه وC1. بالمناسبة حكاية البولر فورم اللي أنتم شايفين كده ما اتكلمتش أنا عن دوت. هو المفروض البولر فورم يعني C في D وC J في D. لكن عادة إحنا الزوايا ما بنعملش الحكاية دي. هنقول C كده وعلامة الزاوية و C. إن C في إيه و C في ثيتا هنقول بصورة مبسطة شوية هنقول أنا لما بيكون C أهوت وعلامة الزاوية بحط C. لكن المفروض إن ده يساوي كام يعني؟ C في إيه و C في ثيتا. فلو كان ده C1 و ثيتا 1 يبقى C1 يساوي كام طبعا؟ C1 هيساوي الجذر التربيعي في ثلاثة تربيع و أربعة تربيع يساوي كام؟ خمسة. و ثيتا 1 هيساوي كام طبعا ثاني؟ ماينس 1 كام 4 على 3 ونحسبها. مش مشكلة. نيجي للرقم الثاني كومبلكس نمبر الثاني. حتى تساوي سي 2 والزاويه بتاعتي سي 2. سي 2 هيساوي كام طبعا؟ مش عارف ما تعرفش سي 2 هيساوي طبعا هيساوي 5 وكمان جت ازاي؟ هنقول 3 تربيع وبعدين ناقص 4 لكل تربيع يبقى تطلع 5 و3 تطلع 5. خلاص؟ تاني سي 2 تساوي كام؟ الجذر التربيع في 3 تربيع زائد ناقص 4 لكل تربيع وتطلع كام؟ تطلع 5. طيب فين بقى الرسم الكلام ده؟ اذا كان 3 ناقص 4 يبقى ناقص 4 تساوي حاجه زي كده ودي 3 ايه؟ كده كده يبقى فين؟ ادي
فكره ممكن نعمل فيكتور بالشكل ده يا جماعه، ممكن ايه الكومبلكس نمبر دوت واسيبه فيكتور السهل ده يعني زي ما هي يعني. يبقى دي الزاويه اللي هي سيتا 2 وده اللي هو كام؟ سيتا 2 والنقطه دي هي الكومبلكس نمبر ام 2. الاسيت دي هتساوي كام طبعا عادي خالص؟ طب انت عندك سي 2 هيساوي كام ماينس 1 كام ناقص 4 على 3 ونحسب زاويه سالبه. زاويه سالبه تقع في الربع يا جماعه في الربع الرابع طبعا تعمل كام؟ زاويه سالبه تقع في الربع الرابع ما تكتبش مهم تجيب النتائج مظبوطه ما فيش اي مشكله. تعالوا مع بعضنا نشوف الكومبلكس نمبر بما لا ثلاثة اللي هو على سي 3 والانجل سي 3. بيقع فين اولا؟ هو ناقص 3 ناقص 4. ادي ناقص 4 هي كده، ناقص 3 هنا كده. ايه؟ يبقى ايه؟ تاني النقطة دي يبقى ام 3 وبين الزاوية سيتا 3 كل دي يا جماعة. سيتا 3 لسه دايما من الريال اكسس ماشية بالشكل ده. طيب تعالى نرسم الكومبولس بتاعتنا الكومبولس كله. يعني طبعا سي 3 مش عارف كلام سي 3 عادي هتطلع كام؟ هتطلع 5 ضرب. سي 3 بقى لو قلت تان ماينس 1 ناقص 4 على ناقص 3 انا طبعا بتطلع كومباشر اه صح كده؟ تان ناقص 1 ناقص 4 على ايه؟ على ناقص 3. الناقص مع الناقص طبعا هتبقى كام؟ يبقى زائد. يبقى تطلع تان ماينس 1 4 في 3 زي سيتا 1 ولا لا؟ زي سيتا 1. يبقى القراءه دي مضلله ولا لا؟ مضلله. يبقى عندما يبقى ده لازم حاجات واحده وبيحسب الكالكوليتر ده يمكن في كالكوليتر بتفهم الحاجات دي واحيانا ما فيش واحيانا ما بتفهمش. يعني في كالكوليتر جاهز ايه؟ يوديك الربع المظبوط يديك الزاويه صح. الزاويه المناسبه كام؟ الزاويه كلها تساوي كام؟ تساوي باي الحته اللي هنا اللي هي باي والحته دي كمان. يعني الزاويه دي كلها بتساوي كم كامل؟ هتساوي باي زائد تان ماينس 1 4 على 3. فواحنا بنشتغل بالمهم نكون عارفين احنا نقع في انهي ربع. ضروري قوي الحكايه دي ان ايه؟ يعني متذكره كويس بدل ما نشتغل الوش. نشوف الربع بتاعنا احنا فين بالظبط وبالتالي الانجل حسب ازاي صح. اخيرا بقى نشوف الربع الرابع او القراءه الرابعه ان 4 دي هتساوي سي 4 وزاويه سي 4 سي تبقى حاجه زي كده اهي. طبعا بين الاربعه يبقى دي ان 4 ودي سي 4 والزاويه سيتا 4 بين حته سيتا 4. لو جينا نحسب بقى الايه اللي سي 4 طبعا هتطلع كام؟ هتطلع 5 عادي. وسيتا 4 بتساوي كام؟ تان ماينس 1 كام بقى؟ تاني ماينس 1 4 على ناقص 3 4 على ناقص 3. شوف بقى الرقم مظبوطه ولا مش مظبوطه هتودينا فين؟ تاني ماينس 1 4 على ناقص 3 مش كده؟ تطلع بقى كام لو كان سيتا كام؟ يمكن سيتا 2 طب ناقص 4 ناقص 3 هنا ناقص 4 في 3 تودينا كام؟ الربع الرابع. هل احنا الربع الرابع؟ الاجابه غلط. يبقى لازم نعدي الزاويه ازاي؟ ها؟ الزاويه بتساوي كام على وجه التحديد؟ الزاويه هي المقاسه مره ثانيه من الريال اكسس الى الحته دي. الزاويه اللي هي التان بتاع 4 في 3 ازاي؟ هي فين؟ الحته دي اللي هي المكمله. المكمله الحته دي التان بتاع 4 في 3 اللي هي زي الدنيا. ناقص 10 ماينس 1 4 في 3 زائد شيل ناقص بقى
هم بيروحوا كده او زائد محطوطه في الشرط بالظبط براحتك او زائد محطوطه في الشرط او اللي يساوي باي زائد تان ماينس 1 كام 4 على ناقص 3 اذا ريحت بس ايه واحنا بنشتغل يا جماعه من فضلكم نكون صحيحين نكون صحيحين تماما بحيث ما نحسبش الحاجات دي خلاص انا مش عارف كده دلوقتي بتفهم الربع ولا لا مش عارف ايا كان خلاص كده بيتوقف التعريفات المبسوطه دي بنقدر نحاول نطور من ده نطور من ده ازاي بنقدر نعمل جريفه للمنزلتين ازاي بنحسب الزوايا بنحسب الماجنتيودز بندبر الغمض في الزوايا بتاعت ازاي ده لو عايزين نعرف تعالوا نشوف الكومبلكس نمبر دي ساعه ما نكون بنجمع او بنطرح العلامات الاقتصاديه الاربعه بتاعتنا الشهيره هنشوفها واحده واحده نشوف نتصرف معاها طيب الكلام ده ويبقى عندي عنوان اللي هو الاديشن عنوان اديشن للجامعه يعني اديشن و سبتراكشن جمع وطرح فالسؤال لو انا عاوز اتكلم عن ان
يساوي C وزاوية ثيتا. إن المحصلة اللي هو حصل دول سواء بالجمع أو الطرح عاوز أحط الصورة بالكورة يعني ليه C بالشكل ده وثيتا بالشكل ده. فالسؤال بتاعي إيه العلاقة بين C دوت و C1 ده و C2 ده؟ الماجنيتيود بتاع المحصلة والماجنيتيود بتاع الأولانية والثانية. هل هما إن C المحصلة يساوي C1 حط عندي السيفان كده C1 زي C2 ولا الكلام ده غلط؟ الكلام ده غلط. للأكل ما ننساش يا جماعة الكومبلكس نمبر ما هو إلا فيكتور. الكومبلكس نمبر ما هو إلا فيكتور. لو أنا عندي C إن C1 بالشكل ده إن1 بالشكل ده فيكتور ده هاجي أضيف عليه إن2. إحنا بنضيف في الميكانيكا زي ما قلت لك كده. لو انا عندي تو فيكتور وعاوز اضيفهم اعمل ايه؟ ارسم الفيكتور الاولاني رسمناه سي 1 اهو. اجي من نهايه السي 1 ال ان 1 ده الاولاني وارسم مين؟ الثاني اهوت سي انه حاجه زي كده. ده ان 2 بالطول بتاعه والزاويه بتاعته سي انه حاجه زي كده. فين المحصله؟ بنقفل احنا الفيكتور بالشكل ده قبل المحصله ايه؟ اللي هي تساوي كام؟ ان 1 زائد ان 2. دي المحصلة. مرة تانية لو احنا الكلام ده هنعمله كثيرا عاوزين نجمع حاجة عاوزين نطلع حاجة أو كده فنرسم فيكتور وبعدين من نهاية الأولاني الفيكتور الأولاني نرسم التاني وبعدين نجمع نقابل الإيه الفيكتور بلاك جراوند أو الفيزيكال بلاك جراوند هنسميه بعد شوية صغيرة. السؤال دلوقتي بقى المحصلة دي اللي حصل جمع الاثنين فين؟ أهي فين الطول بتاعها؟ الطول بتاعها من الحتة ديت للحتة دي يعني سي 1 سي عبارة عن إيه؟ هو ده بتساوي سي وسي ده اتفقنا يبقى الطول ده الحته دي. الطول ده الحته دي. هل الحته دي بتساوي سي 1 ده زائد سي 2 ده؟ الاجابه لا طبعا. دايما ايه يا جماعه؟ دايما ان سي اقل من مين؟ من ايه؟ اقل او يساوي ماشي. سي 1 زائد سي 2. كان الماجنتيود بتاع محصله الجمع دايما اقل او يساوي ايه؟ الماجنتيود ده زائد الماجنتيود ده. طب اقل امتى ويساوي امتى؟ يساوي تقريبا فين؟ لو على استخدام التعقيد لو نفس الزاويه بتاع سي بي سي 1 هي 6 2 يبقى طبعا حاجه جامعه غير ذلك كما هو الحال في معظم الحالات يبقى ايه؟ ان المحصله سي اقل من دي من سي 1 زائد سي 2. خلاص كده؟ عرفنا نجمع ونطرح ازاي لما يكون دوره او يكون كارتيزيان بايه؟ بالمنظر اللي احنا قلنا عليه خلاص. طيب تعالوا بقى نشوف العمليتين التانيين اللي هم برضه مرتبطين ببعضهم اللي هو الضرب والقسمه. الضرب والقسمه بنتعامل معاهم ايه؟ ازاي؟ يبقى عندنا قانون تاني بسيط كده هنقول ايه؟ مالتيبليكيشن. مالتيبليكيشن هو الضرب. مالتيبليكيشن والديفيجن اللي هو القسمة يعني. طيب الصورة المفضلة اللي يكون عندنا عن المطلوب نمبر ان واحد هيساوي ايه واحد زائد جي بي واحد يساوي يعني سي واحد او انجل سيتا واحد وعندي الكومبلكس نمبر الثاني ان اثنين هيساوي ايه اثنين زائد جي بي اثنين هتساوي سي تو والانجل سيتا ستة. عاوزين نضرب الرقمين دول في بعض. الصورة المفضلة اللي هي بقى البولر فورم. اثنين ده هما البولر فورم هو الايه؟ هو الافضل مباشر ما نشوف حد دلوقتي. البولر فورم هو الافضل. ازاي بقى؟ لو انا عندي عاوز اضرب ان واحد هيحول ان يساوي ان واحد في جي ان اثنين. يبقى ده هيساوي سي واحد ما ننساش ان ده اي اس جي سي واحد وبعدين سي اثنين اي اس جي سي اثنين. ننساش من اصل العلامة الزاوية دي هو اي اس جي سي. فإن كان الأمر كذلك يبقى هيساوي كام؟ سي 1 سي 2 وبي اس جي سيتا 1 زائد سيتا 2. معنى كلام ايه يا جماعة؟ معنى كلام ده إن سي المحصلة بتاع حصل الضرب هتساوي ايه؟ سي 1 سي 2. حصل الضرب ايه؟ مباشر بتاع الاثنين مجموعة. كذلك الحال سيتا المحصلة هتساوي سيتا 1 زائد كام؟ سيتا 2. جامعة سلمي ده قاعدة بتاعتك.
ولو هنقسم هقول ان ان بتاعت القسمة يعني هنساويهم واحد على ايه؟ على ان 2 يبقى يساوي سي 1 دي او سي جي سيتا 1 على سي 2 دي او سي جي سيتا 2 يبقى ده المحصلة دي او خارج القسمة بنسميه بالعربي خارج القسمة ليه ماجنتيود هيبقى كام؟ سي 1 على سي 2 وليه الانجل؟ طبعا احنا عارفين ان انت هتاخد الماس يبقى ايه اس جي كان سيتا 1 ناقص سيتا 2 لا لو قلنا الكلام ده بيساوي سي وسيتا خارج القسمه يبقى سي بتقول ايه؟ سي بتقول ان اسم الماجنتيود على الماجنتيود ماجنتيود البسط على مين؟ على ماجنتيود المقام والانجل سيتا هتساوي كام؟ سي تحت البسط ناقص سيتا تحت المقام باختصار شديد سيبك تحت البسط ونصيت تحت المقام. طيب الكلام ده هو ايه؟ الصوره المفضله اللي هي الدوره طول من موجوده. نقارن بقى اللي موجود عندي وكان عندي الصوره مين بقى؟ الكارتيزيان. بنضرب ازاي؟ بنضرب ازاي؟ هنشوف. انا عندي صوره دي كان عندي اول ان ان هتساوي ان واحد في ان اثنين هتساوي a زائد j b1 في a2 زائد جي بي 2 في عندي هنا يا جماعه اكثر من ايه؟ اكثر من طريقه للتعامل يا اما حول الكارتيزيان ده الى دوره ونطبق القواعد اللي قلنا عليها دلوقتي طب لو احنا عملنا الحكايه دي نقول ايه بقى؟ ماجنتيود وماجنتيود يبقى ده تساوي كام؟ الجذر التربيع دي ايه واحد تربيع زائد بي واحد تربيع ده سي 1 بتاع الاولاد في الجذر التربيع اللي ايه 2 تربيع زائد بي 2 تربيع ده الماجنتيود بتاع التاني يبقى كده حصل ضرب ده ده ادى سي 2 سي 1 سي 2 يعني لو كانت بس كده طيب الانجل بقى هتساوي كام؟ الانجل مجموع يساوي ايه؟ مش القاعده بتاعتنا كده؟ طيب يبقى المجموع يساوي ايه؟ يبقى الانجل بتاعتي ايه؟ هقول تان ماينس 1 بي 1 على اي 1 زائد تان ماينس 1 ها بي 2 على اي 2 فاهم كده؟ ليه ما هسوي كده؟ ما نجيبش ما نجيبش ما هسوي كده بس تمام؟ والاسم كذلك الاسم كذلك ماجنتيود على ماجنتيود وزود البسط انا زود المقام ده وانا عاوز اعمل الاسم. السؤال دلوقتي افرض بقى انا مش عاوز اعمل عمليه التحليل دي. مش ممكن اضرب تو كومبلكس نمبرز وبعضهم كارتيزيان اللي جاب ايوه ممكن. ممكن ولا لا؟ قال ممكن هنشوف نعملها ازاي. او اعمل انا عمليه الضرب اللي هو مين بقى؟ كارتيزيان كارتيزيان. عندي دول حاجتين ودول حاجتين بنضرب في القواعد الطب بتاعتنا اللي احنا عارفينها. يبقى ده هيساوي كام؟ اي 1 في اي 2 اي 1 اي 2 دي اول حاجه هي وبعدين جي بي 1 في جي بي 2 تطلع كام؟ تطلع هي اللي هي لا تجيبها هي. جي تربيع بي 1 جي تربيع بكام؟ ناقص 1 يبقى الكلام ده كله ناقص B1 B2 خلصنا من الجزء الريال بتاع المحصلة خلصنا من الجزء الريال بتاع المحصلة الأول في الأول والثاني في الثاني يجيب ريال يبقى بالشكل ده طيب عظيم اللي إيه بقى؟ الجزء اللي ماشي بيجري بقى اللي بنسميه الطرفين الوسطيين الطرفين الوسطيين يعني أنا عندي A1 في B2 يبقى عندي A1 B2 زائد A2 B1 كده خلصت اللي هو مين بقى؟ حق الجمع محصلة الضرب حفل الضرب بصورة الكارتيزيان الريال ده هو والايماجي ده هو طب افرض عاوز اقوله بايه؟ بولا مفيش مشكله نعمل ايه بقى؟ هنقول له المحصله تساوي كام؟ الماجنتيود بتاعت الكهرباء تساوي كام؟ تساوي الاول الجهاز التربيعي هي التربيع والايماجي التربيع يبقى ده اي 1 اي 2 ناقص بي 1 بي 2 الكل تربيع زائد الجزء الثاني تربيع يبقى ده A1 B2 ناقص زائد A2 B1 الكل تربيع هذا الماجنتيود بتاع المحصلة هذا الماجنتيود بتاع المحصلة يعني الحتة دي تربيع الحتة دي تربيع طب الزاوية بتبقى كام؟ تان ماينس 1 تان ماينس 1 الجزء اللي هي الماجنري اللي هو A1 B 2 زائد A2 B1
على مين بقى؟ على A1 A2 ناقص B1 B2. هذه الصورة مين؟ الصورة اللي هي البولر. يعني باختصار لو انا بضرب الرقمين ممكن ابتدي بالبولر او الكارتيزيان واجيب النتيجة بأي صورة من الصور. اجيب النتيجة حط الضرب يعني يا اما بولر يا اما كارتيزيان كمان. طيب عاوزين نعمل القسمة لأن القسمة بتلاقي بتبقى إيه؟ يعني محتاجة أكتر شوية نعملها مع بعضنا وهنقول على حاجة تانية وسيلة أخرى للقسمة تتغير الكلام اللي قلنا عليه حالا دلوقتي اللي هو بتاع مين بقى؟ ما يسمى كومبلكس فانكشن. كومبلكس فانكشن. هنبقى عندنا لما زلنا في العنوان بتاعنا كومبلكيشن والديفيجن بس هنتكلم على ما يسمى كومبلكس كومبلكس كونجيجيت. ايه بقى كومبلكس كونجيجيت؟ اللي هو بنسميه بالعربي المرافق. لو عندي ام تساوي A تساوي B تساوي C تساوي C. يبقى كومبلكس كونجيجيت اللي هو ام كومبلكس دوت بيساوي ايه؟ اتكلم على كومبلكس نمبر، اي كومبلكس نمبر ليه كومبلكس كونجي بتاعه، المربع بتاعه، بنعمل ايه بقى؟ بنعمل الجزء لو كان كارتيزيان يبقى ده ايه ناقص جي بي. يعني ايه؟ نخلي الجزء المثل مقلوب مليون. لو كان بولر يبقى ده يساوي سي والانجل ناقص ماينس سي، طول هو هو، ماجنتيود هو هو بس زود ايه؟ ده تعريف مين؟ الكومبلكس كونجي. ايه الخاص بتاع الموضوع ده؟ لو جيت اقول ان ذا ان كومبلكس كونجيكت تساوي ايه؟ يبقى ان ايه؟ ريل ولا لا؟ ايه تساوي ريل؟ يبقى الكومبلكس اي كومبلكس نظر كومبلكس كونجيكت بتاعتهم ساعه ما بنجمعهم بيطلعوا ريل وكمان ساعه ما بنضربهم ان بان كومبلكس كونجيكت تساوي كام؟ هيساوي A تربيع زائد B تربيع اللي هو C تربيع ولا لا؟ اللي هو C تربيع. برضه ريال حاصل الضرب بتاع الـ A الكومبلكس بالكومبلكس نمبر هيطلع ريال نمبر هو كمان. وبتساوي كام؟ مربع طول مربع الماجنتيود. مربع الماجنتيود. طيب عشان نكمل الحكايه ديت N ناقص N كومبلكس كونجيكت بتساوي كام؟ 2 جي بي. يبقى ايماجينري ولا لا؟ بيور ايماجينري. بيور ايماجينري. طيب اخر حاجه في الحته ديت بقى كده ان على ان كومبلكس كونجي الرقم الكومبلكس مقسوم على كومبلكس كونجي بتاعه يطلع ايه؟ نعوض ما دي سي وانجل سي ودي سي وماينس انجل سي يبقى سي تروح مع سي يبقى واحد ومين يا جماعه؟ اثنين سنين. الزاوية اللي في المقام تطلع بايه؟ بالغصب كانت بتشرع ناقص عشان ايه اكس جي ما ينساش. بتشرع كانت ايه؟ في المقام ناقص ثيتا تطلع كده زائد ثيتا ونجمع يبقى كام؟ خلاص؟ برضه على فكره ده ايماجينري ولا لا؟ ده ايماجينري هو كام؟ ده ايماجينري. طيب على العموم بنستخدم بقى الدومين سكونج في القسمه ازاي؟ لو انا عندي ان 1 على ان 2 وبعدين الصورة الكارتيزيان اللي هي A1 زائد J B1 على A2 زائد J B2. وقلنا عشان نعمل القسمة دي بنعمل إيه؟ ها؟ يا إما نجيب ماجنتيود فوق وماجنتيود تحت والماجنتيود على الماجنتيود ونزود على البسط ونزود على المقام ونخلص ماشي التحويل يعمل الدورة. طيب افرض أنا عامل السكة الثنائية دي بقى؟ أحيانا لما كنا بشغل بالدوائر ويكون مثلا عندي ايه؟ فرعين على التوازي. في كرنت هنا وفي كرنت هنا. عاوز اجمع الكرنت هنا والكرنت هنا عشان اجيب الكرنت. انا بعمل شويه صغيرين هيبقى الكرنت عندي كومبلكس زي الحاجات اللي بتطلع. عاوز اجيب الكرنت التوتال يبقى عاوز اجمع اي واحد زي اي 2. يبقى ايه؟ لو كان اي واحد بفاتوره الدولار واي 2 بفاتوره الدولار بالشكل ده. فاما احول خارج القسمه بالشكل ده يكون اي واحد فيه قسمه واي 2 فيه قسمه وكمان فاما اعمله بالشكل ده هجيب النتيجه جاهزه زي الترابيزه اللي هنشوفها من دلوقتي على طول. وما اجمع بقى يبقى عملية الجمع دي
سنه ازاي هنشوف مع بعض؟ هنشوف مع بعض. انا هضرب المرابط بتاع المقام يا جماعه، هضرب البسط المقام بتاع الكاي ديت في مرابط المقام، يطلع كام؟ A1 زائد J B1 في A2 ناقص J B2، والمقام هيبقى مين؟ A2 زائد J B2 اهوت اللي في التفصيل مضروب في A2 ماينس J B2. هنشوف ايه النتيجه بتاع الكلام ده؟ المقام يبقى كام الاول؟ مضربت المضرب بتاعه يطلع 100 ريال ولا لا؟ 100 ريال زي ما احنا قايلين شويه سؤال ريال، يبقى المقام المحصله هيبقى سعر A 2 تربيع زائد B 2 تربيع. بقى ريال. المقام بقى ريال. فدلوقتي البسط يبقى كام الاول؟ نخلص البسط. نضرب ضرب عادي، نضرب ضرب عادي. A1 في A2 اهي. A1 في A2. الريال في الريال. طب ايماجينري في ايماجينري. يطلع كام؟ دي جي واللي وان جي يبقى كل عباطيه واحد يبقى زائد بي 1 بي 2 كده خلصنا جزء من الريال يبقى زائد جي. الطرفين متوسطين بقى، الطرفين متوسطين. A2 في جي بي 1 A2 في بي 1 وبعدين ماينس A1 في في بي 2. مظبوط يا جماعه؟ الخارج القسمه دلوقتي طب تنزل ولا لا؟ كابتن ليه؟ طب فين الجزء الريال بتاعه؟ الجزء الريال بتاعنا اهو يا جماعه. اجل فين الجزء المجري؟ الحته دي مقسومه على دوائر. فده بيطلع مين؟ بيطلع A زائد G على طول بصوره كابتيزيان. لو انا كنت عاوز استخدم في الجامعة او طرح او اي حاجه كان عندي سنه. يبقى انا وانا بقسم ممكن استخدم الكومبلكس كونتيجنت عشان يسهل عمليه مين؟ عمليه الايه؟ عملية الاسم عشان خاطر العمليات اللي بعد كده، لو انا عندي تصور وعاوز اجمع حاجات اوقع حاجات في العمليه ايه؟ ايزي وسهل. طيب عشان نخلص الموضوع ده كده في نوتس صغيره كده يا جماعه، نوتس صغيره. واحد على جي تساوي كام؟ واحد على جي تساوي كام؟ احنا عرفنا جي تربيع في النص، واحد زي مستطاع كام؟ كده والحاجات دي، عاوزين واحد على جي. ليه جت جي؟ جت ازاي؟ اضرب البسط والمقام في جي، يبقى في المقام جي تربيع ماينس واحد بيطلع ماينس جي. يبقى الكلام ده بيقوله بعباره كده بكلمات تقول لي لو عندي جي في المقام عاوز اطلع البسط اعمل فيها ايه؟ بنقص لو عندي جي في المقام اطلع البسط يبقى ايه بنقص على البسط. طيب عظيم. عندي لو عندي ان اس 4 انا عندي ان كومبلكس نمبر وهو اس 4 بيتعمل ايه بقى؟ يبقى ده عباره عن سي 4 الماجنتيود بتاعه انا هعرف ان في ان في ان في ان اربع مرات يبقى المحصله الكومبلكس اللي هو الماجنتيود يعني سي اس 4 طب يزود يبقى كام؟ 4 سي بالظبط كده 4 سي تمام 4 سي زائد 4 مرات والماجنتيود بشكل طيب اي وسي جي باي على 2 عندي مقدار بالشكل ده. طبعا انا ممكن اجيبكم اقول لي كوساين 90 زائد جي ساين 90 يطلع كام ده يا جماعه؟ اي وسي جي باي على 2 ده على طول ممكن اجيبكم ونعوض لكن هو انا بشوف معناه كده فيزيائيا بالظبط برافو خليكم معايا خليكم معايا انا عاوز اعمل هنا على الدليل بتاع هي الاكس والمشي الاكس شويه حاجات ابتدي الاول باي اس جي 6 ضايع فين حته افكر بين وبين افكر بين وبين اي اس جي 6 اولا اي اس جي حاجه ده مختار كام يا جماعه؟ واحد اي اس جي اي حاجه واحد تمام الميتود يعني اي اس جي اي زاويه اي كانت الزاويه واحد يبقى انا عندي بتكلم على كومبلكس نمبر طوله كام؟ طوله واحد. طب زاويته كام؟ 90 طيب يبقى ايه حاطين على منين؟ اهو الحته دي واحد يبقى الحته دي كام؟ اي اس جي باي على واحد. طبعا واحد تقع فين اهي؟ لو عنده واحد مش كده. طيب اي اس ماينس جي باي على 2 عندي زائد ونقص تاني
يبقى اولا لما الواحد خلاص عرفنا الزاويه النقص زي ما كده حته في المكان ده بين ناقص واحد الحاجات دي بقى كام دي اس جي باي على 2 في الماينس. طيب ايه اس جي باي بتساوي الناقص تقع فين؟ الموضوع ده هيقابلنا في ايه؟ موضوع الايه؟
تساوي كام؟ 1 على سي انتجرال اي تي بي في التكامل وفي تفاضل اهو مع المكروب ده. هستخدم الخاصيه دي بقى في الجدول. الكلام اللي احنا عملناه بالتفصيل المره اللي فاتت هنعمله ده دلوقتي، وتعالوا معايا كده هنشوف هنوصل ليه. نفس الكلام اللي عملناه للمحاضره اللي فاتت بالظبط الاسبوع اللي فات تماما. حاول البطش الكلي الموجود عندي على الدايره تساوي كام؟ اقول ان في توتال وفي هيساوي في ار طبعا زائد في ال زائد في سي. قلنا الكلام ده المره اللي فاتت هنقوله تاني اهو بسرعه. يبقى هنا اي ماكسيمم في دين في ار في سايت اوميجا في التوب تفصيل مش مشكله. بعدين الثاني ده يكون جاي في اي ماكسيمم في كام؟ في كوساين اوميجا تي ناقص 1 على اوميجا 3 اي ماكسيمم كوساين اوميجا تي. ده الكلام اللي قلناه الاسبوع اللي فات. الكلام بتاع الاسبوع اللي فات انا مش هقوله دلوقتي، انا مش هقوله دلوقتي. هقول ايه بقى؟ الاولاني دوت قانون اوم هقول دوت يساوي إذا كان الساين أنا عرفته الساين أنا عرفناه بإن هو الإيماجنري بتاع إيه أس جي أوميجا تي عرفته بس إيه مبدأ إيه النقطة. أقول إن ده هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيماجنري بتاعت الأي ماكسيمم زي ما هي الأر ماكسيمم في كام إيه أس جي أوميجا. تاني ده البولتج هتوصل قد إيه الأر؟ أنا كل اللي عملته عوضت بدل إيه الساين أوميجا تي تمام كده؟ وبدل دي اللي كانت ايه؟ ال دي اي باي دي وطبعا والدهيات اللي كانت ايه؟ ال 1 على سي انتجرال اي دي دي. فهنا هيبقى نفس الكلام برضه، هيبقى هنا ماجر برضه هاخدها هنا كده وبعدين هيبقى فاضل المدى اهو، يبقى حضرتك تحول الضرب دي ايه؟ جي اوميجا، جي اوميجا في ال اي ماكسيمم اي اس جي اوميجا. تاني الترم التاني ده اللي هو ايه اللي دي اي باي دي. ايوه اتفضل. لا انا بقول انا دلوقتي بستنتج الطريقه المعمول الان يا جماعه مش هنعمله كل مره طبعا. هنعمله بس الان عشان نطلع طريقه العمل هنستخدمها في ايه السبب بعد كده. كان مش هنقوله تاني انا بس بحطه تعريفات. خلينا نقول ضرب الساين بقى ساين زمان. قانون فاراداي دي اي باي دي ده فاضل يعني انا مش هاخد الساين واغيره وفاضل لك الساين لا هاخد الاي اس جي اوميجا تي الايماجنري بتاع الاي اس جي اوميجا تي وفاضل مظبوط؟ فيطلع بالمنظر ده واكمل بقى التكامل اللي بعد كده يبقى زائد 1 على جي اوميجا وهنا اي مقطع على سي كده اي ماكسيمم اي اس جي اوميجا تي ايه في الكورس. خلاص يا جماعه انا خدت ايماجن بقى ايماجن كده بره الموضوع خالص وسبت اللي جوه زي ما هو. يبقى الكلام ده يساوي كام؟ هيساوي ايماجنري وبعدين خد الاي مثلا مشترك كده وبعدين هنا كام؟ افتح قوس يبقى هنا وخد كمان اي اس جي اوميجا تي مشترك اللي موجود في الجميع يبقى هنا ار زائد جي اوميجا ال زائد 1 على جي اوميجا اس. افتح قوس تاني في ار في ال في سي استخدمت الاكسبوننشال اي اس جي اوميجا تي في التفاوض والتكامل. التزم طيب هقول تاني هقوله تاني طيب انا بس عشان ما نظبطوش بتاع النهارده اللي فات مش لحظة واحدة. القوانين بتاعتنا يا جماعة ايه؟ القانون هم بيقول ايه؟ ان الـ VR بيساوي الـ I في R. القانون هم اللي بقى قانون هم. القانون الثاني الـ VR باي دي دي ده الـ V البطء هتوصل L. الثالث واحد واحد على C ايوه انتجرال الـ I دي ده VR اهو. VL اهوت لو قانون فاراداي واخيرا بي سي بشكل في اعتراض على هذا؟
maximum فاين اوميجا تي. فاحنا قلنا الكلام ده هيساوي imaginary تعمل اي ماكسيمم في اس جي اوميجا تي. في اعتراض على الكلام ده ولا مفيش اعتراض؟ مظبوط كده التعريف ده صح؟ رحت انا واخد الكلام ده ووديه فين؟ حطه هنا؟ ايه الاعتراض بقى؟ تعمل الاول دراسه جديده عليه قانون الام؟ دراسه يا جماعه عشان الصف دي نحطه قدامه الايماجينال اي اس جي اوميجا تي. خلاص؟ وبعدين الترم الثاني اللي هو ال دي اي دبليو تي قانون فرادري هحط عليه نفس الكلام برضه. احنا لسه قايلين هنا اهو على جنب كده ان التفاضل بتاع الاي اس جي اوميجا تي بيتحول الى ضرب الداله هي هي في ام والتكامل بيبقى ايه؟ بس في عليه ام. فنحط الكلام ده في الترم الاول والترم الثاني. يقوم يطلع ايه؟ هنا هضرب جي اوميجا انا اي اس جي اوميجا تي اي نص الموجود اصلا والاي بتاعتنا نفس الكلام موجود هنا. السطر الثاني ده يا جماعه في مشكله في الى الان ولا خلاص العثمان؟ التفاضل والتكامل اللي عوضت عنه بالدلالات الحاجات اللي عملناها في الصدور العلمي. مش هنمشي الخطوه لما نلاقي كل خطوه في المنظومه كويسه. طيب هو حضرتك يعني الاي جي اوميجا تي يعني مقسمه لوحدها في الصاين عادي وزاين عادي؟ لا احنا عارفين احنا بنتكلم في الصاين ده. الصاين ده ماشي خط جي وفي ولا لا؟ انا همسك كده اقعد بيها على طول جاي. مش بضرب يا جماعه. احنا لحظه واحده لما اقول ايماجينري اقول تحت خالص كذا يعني ذيس از ذا ايماجينري بارت اوف الضرب. ذيس از ذا ايماجينري بارت بتاع الكميه اللي انت فيها. خلاص يا جماعه مش ضرب. امال ايماجينري بارت وليه ضرب؟ معناها ان الجوينت سيل ده انا باخد وليه ضرب بتاعه او الايماجينري بارت بتاعه. خلاص؟ التفاضل بتاع قانون فاراداي هيتحول الى ضرب ولا لا؟ ضرب جي اوميجا طبعا موجوده باي موجوده. التكامل بتاع البوكس الجزئي تحول الى اسم على الجي اوميجا. انا عندي واحده اساسيه اصلا الواحده على الجي اوميجا سي والمكان ده. يبقى الصف الثاني ده خلاص يا جماعه؟ الصف الثاني ده خلاص؟ نعم؟ اللي بين قوسين ده ما هو الماجر بارت بتاع كده في الجزء ده. او من اول هنا لغايه ايه؟ لغايه هنا. دلوقتي عندي هنا اللي جواه باخد الميجر بارت بتاعته. مظبوط؟ ما هو في نقطة. أنا بيكون عندي كمية زائد كمية زائد كمية. وكلها كومبلكس. ماشي؟ عاوز الميجر بارت بتاعي أفصله. أعمل إيه؟ أقول الميجر بارت بتاع الأولاني زائد الميجر بارت بتاع الثاني زائد الميجر بارت بتاع الثالث. أدي بنعمل طب كده. خلاص؟ طيب. الكلام ده البي كذا بي ار زائد بي ال زائد بي سي يساوي بي توتال. طب بي توتال اصلا احنا جبناه المره اللي فاتت دوت بانه بيساوي كام؟ بي ماكسيموم ساين اوميجا تي زائد 6 6 6. طيب الكلام ده مش هو الايماجينري بارت اوف بي ماكسيموم اي اس جي اوميجا تي في اي اس جي 6 زائد ولا لا؟ نفس الكلام ده ولا لا؟ طيب كان ساين كذا يبقى ايماجن بارت بتاع اي اس جي في الحاجه اللي موجوده اللي هي جي اوميجا تي زائد ايه؟ اي اس جي خلاص؟ اقول الكلام ده يساوي كام؟ نفس الكلام ده اول هنحطه فين؟ ايضا يساوي ايماجنري بارت او يبقى بي ماكسيمم اي اس جي اوميجا تي ايوه في اي اس جي سي تاتا سي ده يساوي انا عندي ايماجن بارت بتاع كذا يساوي ايماجن بارت بتاع كذا يبقى كام يعني يا جماعه؟ الكذا في بين قوسين ده بيساوي بعض. تاني عندي طرفين اهو ايماجن بارت بتاع دوت يساوي ايماجن بارت بتاع ده يبقى معناه الكلمتين دول بيساوي بعضهم ولا لا؟ الاجابه ايوه لابد لان هيبقى في نسبه اكبر ليه بارت ليه بارت هيساوي ليه لو خدنا القوسين بتاع دول يبقى يبقى معنى الكلام ده اذا ان اي ماكسيموم اي بس جي اوميجا تي تحت قوس ار زائد جي اوميجا ال زائد 1 على جي اوميجا سي في القوس كده يساوي القوس ده كله اللي هو بي ماكسيموم اي بس جي اوميجا تي في اي بس جي سي ده الكميه الكومبلكس التوتال ده ايه؟ هتساوي كميه الكومبلكس التوتال ده طالما الايماجن تلقائيا الرياح تساوي الرياح اكيد. طيب
ايه بقى اللي اقدر اشيله؟ الاي او سي جي المفيد اشتبر مع الاي او سي جي المفيد. مظبوط يا جماعه؟ طيب وهنقول الاتي، هنعرف الاتي. عندي اي مصدر نهايه اقول ليت كابتر اي كده من اي حاجه يساوي اي مصدر على جذر 2. هبتدي اعرف دلوقتي كمية اسمها كابتر اي كده اهوت كومبلكس. دي كومبلكس. ليها مقدار اللي هو اي مقسم على جذر 2 ولها زاوية كام؟ عندنا صفر اختيارية. تاني هنعرف كمية اسمها كابتر ار. عبارة عن اي مقسم على جذر 2 وزاوية صفر. هعرف كمية تانية اسمها كابتر بي برضه كومبلكس هساوي بي مقسم على جذر 2 بحيث انها ماجنتيود وزاويتها كام؟ سيتا زد. تاني هنعرف كميتين جداد دلوقتي. اي وبي. اي وبي الاثنين دول ايه؟ كومبلكس. اي وبي ار كومبلكس كوانت. الاي اللي لها ماجنتيود يعني ماجنتيود اي مقسوم على جذر 2. اي كان صفر يا ريت. بعدين البي ماجنتيود بتاعها بي مقسوم على جذر 2 وزاويتها سيتا زد. طب نبص الكلام ده. لو انا قسمت هنا على جذر 2 وقسمت هنا على جذر 2 يبقى الطرف ده اصبح ايه يا جماعه؟ ما هو ده بي مقسوم على جذر 2 والزاويه هنا سيتا زد اهي. يبقى ده بي ولا لا؟ تاني طب ده على مين؟ ده على الجذور. قلت لا قسمت على جذر 2 يبقى بي مقسوم على جذر 2 والزاويه بتاعتي تكون اقول لها ايه وسي جي 6 كده زد او عملت على الزاويه ما تتفرقش. يبقى ده باي ديفينيشن اللي انا عرفته فعلا دلوقتي. كذلك في حالات اي مصر مع الجهاز 2 وزود صفر مفيش مشكله يبقى دي كابيتال اي. بتحدث بقى ار زائد جي اوميجا ال زائد 1 على جي اوميجا سي. دي بقى اللي هبتدي اسميها كابيتال زد كده كومبلكس. والكومبلكس فانكشن. عندي كل الكلام ده كله من اوله لاخره معادلاتنا والايماجنري بارت والحاجات دي كلها صفقت عليه في الاخر ان بي كابتن بي يساوي كابتن اي في زد. موضوع على بعضيه ان بي هيساوي زد بي اي حيث زد هتساوي كام؟ ار زائد جي اوميجا ال زائد 1 على جي اوميجا سي. تعال نشوف الكلام ده بالتفصيل بقى واحده واحده. اولا زد اللي هي كده بتعمل دي لها كميه كومبلكس ولا لا؟ كومبلكس. كميه كومبلكس لها ماجنتيود زاويه ولا لا؟ لها ماجنتيود زاويه. اللي احنا شفناه الصبح النهارده اللي هو قواعد الكومبلكس هنشوف الماجنتيود. يبقى الماجنتيود بيساوي كام؟ الجذر التربيعي يبقى اكتر تربيع اهي التربيع التربيعي بتاع الموضوع. طبعا الجي دي فوق الجي اللي هنا هنطلع فوق الماينس جي وجود الجي مشترك يبقى الجود اللي ماشي بكام؟ اوميجا ال ما بيصحش على اوميجا سي اذا الكلام ده زائد اوميجا ال ماينس 1 على اوميجا سي في كل بتاعتنا. خلاص كده؟ الانجل تبقى كام؟ تان ماينس 1 كام على كام؟ اوميجا ال ماينس 1 على اوميجا سي على ار. نفس الكلام بتاع الاسبوع اللي فات ولا لا؟ نفس الكلام بالظبط بالظبط. خليكم معايا يا جماعه، خليكم معايا. القانون اللي كان اصلا زي ما انتم شايفين كده اهو كاتبين اهو مسائل على الصدور ان الفولتج على الدائره كلها لو البولتج هتوصل لارض هتضرب على النوم فتنزل التفاضل تقدر تكمل. بعد تحويل واستخدام الكومبلكس تحول الى مين بقى؟ الى الصوره دي. جاستر اللي بي يساوي مين؟ يساوي زد في اي. ده شبه ان بي يساوي ار في اي ولا لا؟ يبقى ده قانون هوم ولا لا؟ بس ان كومبلكس فورم. لحظه. ده اذا هنقول عليه اوم لو. اوم لو ان كومبلكس فورم. اذا موضوع استخدام الكومبلكس الجبر في موضوع الاي سيركتس حول الموضوع المعقد جدا اللي فيه تضاد وتجانب وكل ده مجموعه مش عارف ايه وايه وايه الى جاست ان البي
وعشان كده بنسميه قانون هوم، لانه شبه قانون هوم تماما تماما، بس ايه ان كومبلكس فورم. ده هيسهل الامور ولا لا؟ هيسهل جدا جدا جدا. اتفضل. هو حضرتك ازاي عملت السلبيه ضد ليه ازاي ده؟ هل ده قصدك اليوتيوب؟ طب النهارده احنا شفنا الكلام بتاع الصبح، لو انا عندي كومبلكس نمبر يساوي حاجه زي شيء في حاجه، المجهول يساوي كام؟ قول لي. الجزء اللي هي التربيع يبقى اه التربيع، والجزء اللي ماشي التربيع اللي هو مين الجزء اللي ماشي ليه؟ هو اوميجا ال، ما احنا طلعنا الجي بتاع الثانيه فوق وخدنا جي مشترك، يبقى اوميجا ال ما نطلع على اوميجا. تمام؟ يبقى الجزء اللي هي التربيع زي الجزء اللي ماشي التربيع. اتفضل يا استاذ. اه ده تلقائيا هيطلع لوحده، هيطمن يعني. المهم ممكن اثبات بالرياضه يعني، يعني انت اعترضت منكم بيقول لما يكون عندي الريال المزن الوقت بتاع حاجه سوى مزن بتاع حاجه ثانيه، معناها الحاجتين سوى حطهم قبل كده تاكيد. اطمن يعني. والريال هيساوي ايه؟ مؤكد؟ طبعا طبعا، ما هو لا يمكن الماجنتيود تساوي قصدي الكومبلكس نمبر ده يساوي الكومبلكس نمبر ده اذا كان يعني شيئين في نفس الان. شيئين في نفس الان، ايه الشيئين دول؟ ان الريال تساوي الريال والمزن تساوي المزن، والكلام ده هنستخدمه في شغلنا كتير قوي. تاني يا جماعه، لو كومبلكس نمبر يعني يساوي كومبلكس نمبر تاني، يعني ايه؟ دي معادلتين، دي معادلتين مش معادله واحده، معادلتين بتقول ايه؟ ها؟ الريال يساوي الريال والمزن يساوي المزن. ها؟ او ايه؟ او الماجنتيود يساوي الماجنتيود. والانجل يساوي كام؟ خلاص؟ يبقى لما يكون عندي كومبلكس ايكويشن، يعني حاجه بتساوي حاجه كومبلكس، بتعني معادلتين. ماجنتيود يساوي ماجنتيود، وانا يساوي انجل، اور جزء الريال يساوي جزء الريال، جزء الريال يساوي جزء الريال. خلاص يا جماعه؟ دكتور. طيب اتفضل. الجهاز الاثنين دي جت منين؟ الجهاز الاثنين عشان اقسم الماكسيمم فاليو على جهاز الاثنين عشان الاقي الفكر ده. فانا لسه حكيت لكم شويه الموضوع ده، خليكم معايا. احنا قلنا حولنا الموضوع ان بي يساوي زد. طيب البي مره ثانيه ده بوك. كومبلكس يعني البي والار دول كومبلكس. كومبلكس 1 في الصف. كومبلكس يعني ايه؟ يوم ماجنتيود ويوم انجل. يوم ماجنتيود الماجنتيود بتاع البي والاي دايما يا جماعه دول ايه؟ افكتيف فاليوز. مثال دايما. افكتيف فاليوز. ومن هنا رايح بقى ما عندناش هنكتب هنا في افكتيف واي افكتيف والكلام ده خالص، لا هنكتب بي واي بس. يبقى البي واي بكم دول ايه؟ افكتيف فاليوز دايما. خلاص؟ من هنا ورايح ان شاء الله مش هنتكلم على فوتش وقال لك في افكتيف واي افكتيف واي افريج واي مش عارف ايه، لا احنا كل شغلنا الافكتيف فاليوز خلاص من غير ما وهنكتب كابتر اي ربنا مرموز برضه. ربنا مرموز كابتر اي وكابتر بي وكابتر زد. وهكذا. يعني كومبلكس وانس ده ماجنتيود ولا ايه؟ لا. خلاص يا جماعه؟ طيب اللي احنا وصلنا له ده بقى هو اللي بنسميه فريكونسي دومين. اللي احنا وصلنا له حالا اسمه فريكونسي دومين، حتى انا في الاجتماع هذا الموضوع حالا دلوقتي. يعني ايه فريكونسي؟ طب يبقى اسمه ايه؟ اسمه تايم دومين. تايم دومين انا بقول ليه اي وفي وفي يساوي كذا تايم زي الدوري ولا مش عارف ايه. وبعدين كنت بقول لو عاوز الفولتج اعمل لو سي في واحده تتفضل والثانيه بقى تكمل. كل ده اسمه مين؟ تايم دومين. لما فريكونسي دومين بقى ما فيش تايم دومين اصلا. الطيب راح فين؟ لا لا طيب ما هو الظاهر في كابتل اي والكابتل بي دول كلهم ايه؟ كومبلكس كونس ليهم لونجيتيود اللي هو فيكت فاليو كمان فاهم خلاص من هنا رايح ولهم انجل طبعا على حسب الايه؟ الظروف بتاعتي. لا ده اقول بالظبط كده لما اطبق القواعد الكومبلكس يا جماعه زي ما شفناها النهارده الصبح حاجه دلوقتي عندما اقول ان الزد هساوي في على اي زد ده يساوي بي على اي طبعا كومبلكس طالما الثلاثه دول كومبلكس يبقى الزاويه زد احنا هنسميها سيتا زد دي الزاويه دي هتساوي الزاويه دي ولا لا؟ قطعا والمجدود ده هتساوي المجدود ده ولا لا؟ قطعا برضه فانا اقول ان الزاويه سيتا زد بالنسبه لده هتساوي زاويه الكلام ده فالكلام ده فيه بسط من يبقى زاويه ايه؟ المحصله بتاع الكلام ده فرق الاسم هيساوي كام؟ سيتا بتاعت البسط اللي سيتا بي ماينس سيتا عندنا ده قانون اهو زاويه الامبيدنس زد تساوي زاويه الفولتج ماينس زاويه الكرنت.
قد تكون زادت قد صفر مفيش مشكلة، احنا بدنا في الاكزامبل بتاعها ما فيش مشكلة، لما المهم زادت البي زاوية الاي هي زاوية مين؟ زاوية الزد، وكمان المودرس بتاع الزد ماجنتيود هيساوي المودرس بتاع البي مقسوم على المودرس او الماجنتيود بتاع كده بنحسب المقام افكتيف فاليوز اند ريزيستنس. طيب انا عاوز قبل ما نسيب المقام الاول نتكلم على وبالمناسبه برضه ما زلنا هنا عاوز ايه حاجه تعريف صغير كده زد اهي يا جماعه دي كده دي بتساوي برضه واحد على واحد يعني عندي زد هتساوي واحد على واي هتساوي بي على اس طب ده اتعامل وعرف ان الواي دي اللي هي ميتنس الميتنس هتساوي مين؟ هتساوي ايه؟ واحد على زد هتساوي اي عامل ايه؟ طيب الحته دي عامل كام بقى كده؟ هنحاول نفتح السبوره بقى ونلخص الموضوع تاني موضوع تايم دومين فريكونسي دومين هنلخصه تاني هنلخصه تاني بقى في جدول صغير كده عشان ده اللي هنشتغل فيه من هنا ورايا في الفريكونسي دومين ومعناها ايه؟ وعبد المطلب من طبعا نسيب الموضوع ده هنعمل جدول صغير كده اهو تاني تايم دومين وده فريكونسي دومين او يعني تفصيل فريكونسي دومين فريكونسي دومين نشوف الطيب اللي نزل شغاله فيه المحاضرات اللي قد كده، كنا بنعمل ايه؟ هو والله الاي تي خد بالك الاي تي والبي تي هي ده حروف صغيره ما تبانش مظبوط دي رموز لها معنى تاني. ده اي تي وبي تي ار ساين اوميجا تي اور كوساين اوميجا تي. يبقى السيجنال بتاعتي زي البوز والكلام بتعبر عن كوساين او كوساين سي طبعا ده اول. طيب ايه كمان؟ ان العلاقات بتاعتي ان في البي ال في دي اي باي دي والبي سي في انتجرال اي دي دي في انا ما بقولش يساوي كام بالظبط يعني المهم في عندي ديفرنشال اللي هو تفاضل وفي عندي انتجرال اللي هو تكامل تفاضل بيه الان مش كلام اللي خلص الفريكونسي دومين عندي انا البي والاي والعلاقه بينهم ان البي على الاي هتساوي زد هتساوي واي طب واحد على الاي دول مالهم كلهم ار كومبلكس كوانتس ار كومبلكس كوانتس كومبلكس كوانتس بمعنى لهم ماجنتيود ولهم ايه؟ ولهم امن الماجنتيود اهوت الماجنتيود دايما ايه؟ افكتيف فاليو طبعا بالنسبه للاي والبي ان الزد والواي ما لهاش معنى افكتيف فاليو الكلام ده الماجنتيود ده هو عباره عن ايه؟ افكتيف فاليو افكتيف فاليو من غير ما نقول افكتيف فاليو من غير ما نقول خلاص كملنا اربعه بي واي وزد وقالوها واي الميتنس كل ده ايه؟ كميات كومبليكس طب فين التايم؟ بالظبط يبقى ايه؟ وي هاف نو تايم بنسميه اكسبليسيتلي يعني اكسبليسيتلي يعني بشكل صريح يعني ما عنديش تايم بشكل صريح فريكونسي دومين يا جماعه احنا حسبنا تايم في الجانب التايم ما بيظهرش بشكل صريح فين في الفريكونسي دومين طب لو حد سالني طب البي والاي بقى اللي بنتكلم عليهم في الفريكونسي دومين بتغيرهم على تايم ازاي؟ طبعا طيب سان فولدر بالذات وطيب طول الوقت سان فولدر مع طيب لو جينا نتكلم بس طيب اهو احنا حسبناه خالص ما هو ظاهر فين؟ ما هو ظاهر فين؟ في العقل بتاعي طيب انا حكيت الفريكونس دومين بقى حكيت الفريكونس يعني الموضوع ده علاقه بالفريكونس طب الفريكونس جاي منين بقى الموضوع ده؟ يعني سبب التسميه ان الكميات الاربعه دي انا دول البي والاي والزد والواي مالهم ار فانكشنز ان فريكونسي ومن هنا جاء حكايه الفريكونسي اوميجا فانكشن اوميجا او فانكشن فريكونسي قلنا عشان كده بنسمي التسميه
قايم ووصل بالمقرص، وبالتالي احنا نشتغل مع مين؟ نشتغل مع هزار. الحقيقه التبسيط اللي احنا هنشوفه التبسيط بعد كده مهم جدا جدا، لان احنا تصورنا لو نعمل يا جماعه لوب اناليس، انت ما شفتش لوب اناليس كان عندنا ايه؟ نعمل كام معادله لو عندي ان لوبس ان ايكويشن حطها في ماتريكس اهم حاجه. طيب لو انا عديت الاي سي وشغالين طيب من ايه؟ وعاوز اعمل لوب اناليس كنت هعمل ايه؟ نفس الكلام ان ايكويشن في التايم دومين وكل ما بيقابلني الاي ولا سي في تفاضل وتجاوب. يبقى انت عندك ايه بقى؟ مجموع معادلات تفاضليه تكامليه وعاوز تحلها مستحيل. بينما الان هيبقى معادلاتنا نعمل دول الناس لو كنا عايز او شيء من هذا القبيل برضه مجموع معادلات بس شكلها ايه؟ لينير ايكويشن او لينير ايكويشن عادي بس كل ما في الامر من الكوفيشنت بدل ما كانت هي في دي سي اللي هي مرمية كومبلكس الكوفيشنت بتاع مجموع المعادلات اللي هو اناليسيس والمود اناليسيس الان دي سي تبقى كومبلكس كومبلكس كان فرق لكن شغاله من القواعد زي ما هتشوف التوصيل كل شويه خلاص يا جماعه؟ طيب انا برضه نتكلم شويه بهذا الموضوع العمومي. احنا لو انت عندك الحته الكومبلكس دي والزاويه دي والكلام ده كله من معناه ايه لو بتكلم على سنجل اليمنت؟ لو بتكلم على سنجل احنا كنا شفنا في اول محاضره خالص اشتغلناها كان ايه؟ اشتغلنا بالار وبس اشتغلنا بالاي وبس بالسي بس في اول كلام اتكلمناه. يا ترى لو جيت اطبق انا الفريكونسي دومين اناليسيس او الفريكونسي دومين اللي احنا قلناها دي على الكلام ده كنت ما بتكلم على جاست الار ماشي هنا الاي والبي الاي دوت وهنا فات الجهد بي بشكل هنكتب كابيتال ليترز يبقى احنا بنشتغل مع مين؟ احنا بنشتغل مع فريكونسي دومين. فهنا القانون الام يقول لي ان بي يساوي اي في ار او باختصار شديد ار هتساوي ايه؟ البي على ار. شايف القانون؟ ده كان عندي سنجل ليمن. طيب بالكلام معنى كلام ده ايه؟ ان ار مش ريال؟ ده ريال. يبقى زاويته كام؟ زيرو. يبقى زاويه البصر المطار ده اللي بعضها ولا لا؟ يبقى بي واي بيز ولا لا؟ بي واي بيز اهو. صح؟ تزود البسط تزود المقام بالقواعد بتاعتنا اللي قلناها النهارده. طيب لو انت عندك سنجل ال لو عندك سنجل ال ولا في اهوت ولا في اهوت. طيب كنا هنقول ايه بقى؟ هنقول كاحنا ان ان الاي هي بتتحول ايه بقى؟ بالقواعد بتاعتنا ان ال عند البي هيساوي الاي في زد بتاع ال. يعني انا عندي قواعد بقى دلوقتي ان اي يساوي اي في زد. البي يساوي اي في زد. طيب ال اللي بتتكلم عليه دي امبيدنس ولا لا؟ سو كده. دي امبيدنس خد بالك مش اكس ال اوميجا ال لا زد ال ده يساوي كام في زد؟ اي في جي اوميجا ال. الان دي اللي اسمها كام؟ اسمها زد ال. زد ال اللي هي بتبقى جي اوميجا ال على طول حته واحده كومبلكس. لها ماجنتيود ولها اند صح ولا لا؟ طيب تعالى نكتب كده كان معناها كمان ان زد ال اللي هتساوي جي اوميجا ال هتساوي في على اي بالظبط نفس الدائره. طيب تعالى نشوف الكلام ده يا جماعه معناها ايه؟ ماجنتيود يساوي ماجنتيود وانجل يساوي انجل ماجنتيود. عندما اقول اثنين كومبلكس فانكس قد بعضهم يبقى اما ليا اما عليا بالكلام اللي قلناه عليه ده او ماجنتيود كومبلكس يعني انا اسف ماجنتيود يبقى كام؟ اذا اوميجا ال اللي سميناها قبل كده اكس ال هتساوي مين؟ في ماجنتيود على مين؟ على اي ماجنتيود. طبعا تكتب على كده مش كلام احنا قلناه في اول محاضره ولا اول محاضره نفس الكلام. طيب الزاويه الطرف الايمن زاويته تساوي زاويه الطرف الايسر. طب الزاويه احنا تساوي كام؟ جي اوميجا ال. ها؟ اعرف الكلام ده يا جماعه ما حطهاش في لساننا. جي اوميجا ال. دي كمية كومبلكس ولا لا؟ لها ماجنتيود زاوية ولا لا؟ يعني الزاوية دي من جي جي ده زاوية كام على طول؟ 90 درجة ده اللي ماشي بعكس 90 درجة على طول كده ولا لا؟ يا جماعة نعملها على على جنب كده هنا كده لو عندك الأكسيدة اهي النقطة دي هي جي ولا لا؟ هي جي اللي بتساوي بي بس جي عبارة عن اتنين برضه يعني هنقعد عليها شوية جي دايما معناها ايه؟ بشكل واحد مزاوية كام؟
واحد وزاويتها كام؟ 90 درجة. يبقى على طول هنقول 90 او باي على 2 يعني زي تناسب باي على 2 تساوي كام؟ سيتا بي ماينس سيتا ار. سيتا بي ماينس سيتا ار. صح يا جماعة؟ طبعا كومبلكس اللي تزود البسط تزود المقاطع يبقى سيتا بي ناقص سيتا ايه؟ تساوي 90 درجة. الكلام ده معناه ايه؟ يبقى البي بيجيب 90 درجة ولا لا؟ نفس الحقيقة اللي توصلنا عليها في الأول الملاحظة ولا لا؟ نفس الحقيقة اللي جبناها من الأول. يبقى معنى الكلام ده إن البي يعني إن البي ليدز أي ليدز أي باي كام؟ باي 90 درجة. خلاص؟ نفس الكلام بقى لو أنا عندي سي أهوت ماشي هنا أي واللي فات يكون بي يبقى هقول إن بي هيساوي أي في زد سي، زد سي يساوي كام؟ يساوي أي في 1 على جي أوميجا سي. الإمبيدنس أوف أن أو الكباستر تساوي كام؟ 1 على جي أوميجا سي. الإمبيدنس أوف الكباستر تساوي 1 على جي أوميجا سي. دي كمية كومبلكس ولا لا؟ كمية كومبلكس. لا ماجنيتود ولا زاوية. لا ماجنيتود زاوية. الماجنيتود بيساوي كام؟ طبعا معنى الكلام ده يعني إن البي على الأي هيساوي زد سي يساوي 1 على جي أوميجا سي. يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ إن البي ماجنيتود على الأي ماجنيتود هيساوي 1 على أوميجا سي اللي هي إكس سي إحنا سميناها قبل كده نفس الكلام اللي جبناه في أول محاضرة برضه. وبعدين بالقواعد بتاعتنا إن سيتا بي بتاع الكباستر ناقص سيتا أي هتساوي كام؟ الزاوية بتاعت الجي في المقام طلع الجي فوق تبقى كام؟ ماينس جي. طلع الجي في المقص يبقى كام؟ ماينس جي. ماينس جي زاويته كام؟ نص فين على الجرين على فكرة؟ أهو 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 أدي ماينس جي. ماينس جي في المكان ده يبقى سوى كام؟ نص 90 درجة وده هي اللي بيساوي كام برضه؟ إي أس ماينس جي باي على نفس الكلام. يبقى إذا ده هيساوي كام؟ نص 90 درجة. معنى الكلام ده إيه؟ الحساسية بي لاتس اي باي 90 درجة ده لو كان بيقول ايه؟ بيقول الكلام ده نفس الحاجات اللي جبناها في اول المحاضرة ده نفس الكلام. طيب دومين دومين نفس البرنسبل نفس يعني حاجات حاجات طبعا تلقيتها يعني ايه؟ الفيزيائية اصلا للاسف الفيزيائية هي اللي طبعا كل حاجة اي الطبيعة بتاعتنا اس ال وكده